وسهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. يعني بيسعدني وبيشرفني طبعا ان انا اكون يعني ضيف عليكم النهارده في حلقه استاد الاهلي، يعني عبر شاشه قناه الاهلي. طبعا شفنا الملايين في من المحيط للخليج، والنهارده حلقه مختلفه شويه. يعني النهارده يعني اهتمام كبير جدا من قناه الاهلي، وده يعني رساله اللي القناه بتقوم بيها، ودورنا في تسليط الضوء على كل الامور داخل النادي الاهلي وكل القطاعات، خصوصا قطاع الناشئين. قطاع الناشئين النهارده هو محور حلقتنا النهارده اللي هيتم تسليط الضوء عليه، على فريق 99 من داخل قطاع الناشئين. وهيكون ضيفي في حلقه النهارده الكابتن امين عرابي، المدير الفني لفريق 99، واللاعب صالح نصر، ده يعني من هداف الفريق. ان شاء الله النهارده حلقتنا هتكون مختلفه بعض الشيء. يعني النهارده هيتم كل فتره كده ان احنا يعني ده توجه مجلس الاداره الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لجنه الكوره، الاهتمام بقطاع الناشئين المغذي الاول لفريق الكروي الاول، اللي طبعا بنبارك له على فوزه امبارح واستعاده الصداره، ودي عاده النادي الاهلي، ده المكانه الطبيعيه للنادي الاهلي الصداره. من الصداره في الفريق الاول بنضطر ان احنا النهارده بنسلط الضوء على فريق من فريق الناشئين، ونغوص في اعماق يعني هذا الفريق، ونعرف كل كبيره وصغيره عنه، عشان نضع كل مشاهدينا وكل متابعي ومحبي النادي الاهلي في الاجواء عن قطاع الناشئين داخل النادي. يعني في البدايه طبعا يعني معانا مجموعه من الاخبار عن قطاع الناشئين، هنبداها مع الدكتور عمرو ابو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وتكوين فريق الموهوبين. دكتور عمرو ابو المجد النهارده يعني اكد على ان فريق الموهوبين هو هيكون مستقبل النادي الاهلي. أكد الدكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي أن تكوين فريق الموهوبين من أبرز لاعبي الفريق الناشئين والبراعم بالنادي. وأكد أبو المجد أن الفريق بيضم 45 لاعبا من فريق الناشئين و33 لاعبا من البراعم، وأن التحديث هيتم بنهاية الموسم سواء بإضافة لاعبين أو حذف لاعبين، دي حسب رؤية الدكتور عمرو أبو المجد وقطاع الناشئين في النادي الأهلي. وكشف الدكتور عمرو مجد أن برضه جميع اللاعبين اللي هم 45 لاعب وزي ما قلنا و33 من البراعم تم ابرام عقود لكل اللاعبين المميزين في القطاع في الاعمار الصغيره، ده خصوصا فريق 97 و99 اللي هيكون له تسليط الضوء اكتر النهارده في حلقه النهارده لحمايه حقوق النادي والحفاظ على ابناء النادي وقطاع الناشئين من ابناء النادي، ان يكون لهم مستقبل، هم ده اللي بيتم الرهان عليه، وهم دول اللي هيكون مستقبل النادي في الفتره المقبله. مجلس الاداره طبعا وقطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني بيولي قطاع الناشئين اهتمام خاص، عشان هو المغذي الاول والاساسي للفريق الاول. هيكون طبعا يعني في اهتمام كبير جدا وفي اجراءات كتيره جدا بتتم في قطاع الناشئين، الناحيه الصحيه، التدريبات، الاهتمام باللاعبين، بالتدريبات، بالاجهزه الفنيه، كل حاجه، بحيث ان احنا السياسه المتبعه في قطاع الناشئين هي ابراز النجم وتكوين شخصيه النجم على مبادئ وقيم وامكانيات النادي الاهلي، بحيث انه يكون مؤهل في اي وقت للاستعانه بيه بالفريق الاول. خبرنا الثاني النهارده عن اللاعب محمد فخري، لاعب غزل المحله طبعا، واللي تم التعاقد معاه من النادي الاهلي. فخري بينتظم في تدريبات شباب الاهلي مع الكابتن مدحت طه اسماعيل مواليد 97، وبيتم الاختبار لمده الاسبوع هذا الاسبوع مع فريق 97 ولتقييمه واعاده يعني التقييم بتاعه، بحيث ان هو هيتم تصعيده لفريق 99. المهندس عادل القيعي مدير التعاقدات بالنادي الاهلي كان اكد امس يعني عن انضمام محمد فخري مهاجم بفريق غزل المحله ومنتخب الناشئين مواليد 99 للنادي الاهلي مقابل 1,800,000 جنيه، هيتم تقسيمه على 3 دفعات. وطبعا فخري من اللعيبه المميزه جدا اللي هيكون له مستقبل كبير جدا، متالق وماشي يعني بشكل منتظم، ماشي بشكل جيد جدا عفوا مع منتخب الشباب ومع غزل المحله. وكمان يعني جدير بالذكر ان محمد فخري كان بيلعب مع الفريق الاول، فلاعب صغير بهذا السن اكيد ان شاء الله يعني هيكون له مستقبل كبير جدا في مع النادي الاهلي، وان شاء الله نشوفه في الفريق الاول قريب باذن الله. خبرنا الثالث النهارده بشباب الاهلي بيواصل تدريبات وسعدات الانبي، ده فريق برده لسه ما زلنا مع فريق 97 بقياده الكابتن مدحت طه اسماعيل، ووصل فريق شباب النادي الاهلي مواليد 97 بقياده مدحت طه اسماعيل تدريباته بعد العوده من الاجازه، كانوا خدوا فتره راحه طبعا خلال الفتره الكام، وبيستعد الفريق لمواجهه انبي يوم 3 فبراير القادم. الفريق طبعا ماشي بخطه ثابته جدا في الدوري، والكابتن مدحت طه اسماعيل عامل شغل كبير جدا مع الفريق ومع اللعيبه، الفريق ده من الفريق الواعده في النادي الاهلي، يعني هيكون لهم مستقبل كبير ان شاء الله الفتره الجايه. يعني الماتيريال زي ما احنا شايفين دلوقتي، ده فريق 97 في احدى تدريباته السابقه قبل كده واستعداد للموسم اللي احنا شغالين الموسم الحالي. الفريق يعني ماشي كويس جدا هذا مع الكابتن مدحت طه اسماعيل، وان شاء الله باذن الله نشوف يعني نشوف الفتره الجايه
يعني مزيد من الانتصارات لهذا الفريق. طبعا يعني جدير بالذكر طبعا بيغيب عن الفريق الفتره دي الثنائي محمد عضل ويوسف علاء بعد اعارتهم لنادي الانتاج الحربي، وعضل طبعا وعلاء الدين من اللعيبه اللي هي كويسه جدا وماشيين بمستوى هايل جدا، وبيتم تصعيدهم للفرق الاكبر، وبيتم الاستعانه وفقا لسياسه التدرج داخل قطاع الناشئين ان بيتم يعني تطعيم وتدعيم كل فريق من الفريق اللي قبله كده لتحقيق الاستفاده القصوى داخل القطاع ككل. خبر تاني عن فريق 2000 طبعا من الفرق برضو اللي هي ماشيه بخطى منتظمه جدا مع الكابتن احمد سراج، وفازوا امبارح على سرايا اللبب بثمان اهداف مقابل هدف واحد في مباراه وديه امس، وفي ان شاء الله كمان عندهم مباراه بكره مع فريق دمياط، هتبقى مباراه يعني برضو ضمن برنامج الاستعداد لفريق 2000 بقياده الكابتن احمد سراج للاطمئنان على اللعيبه ويعني يكمل فتره الاعداد والاستعداد للموسم الحالي. كابتن احمد سراج يعني حقق مزيد من الانجاز بين هذه العناصر الفرقه الاساسيه، وتم تصعيد عدد كبير جدا من مواليد 2002. قبل ما انتقل للخبر الثاني باخد زميلنا مراسلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمكلف في تغطيه قطاع الناشئين، اهلا بيك يا فاروق معانا على شاشه قناه الاهلي. ومنور شاشه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ليك ومزيد من التقدم باذن الله. اهلا بك يا فاروق حبيبي، يعني حابين كده نتضعنا في الصوره على اخر الاستعدادات واخر الاخبار في قطاع الناشئين النهارده فاروق. اخر المستجدات طبعا احنا عندنا في معظم البطولات دلوقتي واخدين فتره راحه لاداء امتحانات نصف العام، فالبطوله الوحيده المستمره هي بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 99. فريق الاهلي مواليد 99 بقياده الكابتن امين عرابي قدر في اخر لقاءاته امام فريق اسيوطي في مباراة مثيرة ان هو يفوز بخمس اهداف مقابل ثلاثة، في مباراة يعني نقدر نقول راحت وجت اكثر من مرة. الشوط الاول كان انتهى بتعادل ايجابي بهدف لكل فريق، كان تقدم الاسيوطي وتعادل الاهلي محمد مغربي ناشئ النادي الاهلي مواليد 2001. الشوط الثاني قدر النادي الاهلي يتقدم بهدفين متتاليين عن طريق اللاعب صالح نصر احرز الهدفين، ثم فريق الاسيوطي قدر ان هو يحرز هدف ثاني وثالث في الدقيقه 90، ثم ظهرت روح الفانيلا الحمراء، النادي الاهلي قدر يضع هدفين في اقل من دقيقتين حرزهم صالح نصر وشادي رضوان. النادي الاهلي بيجي في المركز الثالث في البطوله، الاسماعيلي وانبي المتصدرين برصيد 31 نقطه والنادي الاهلي رصيده 29 نقطه. خطه ثابته بيمشي بيها فريق 99، طبعا الفتره الاخيره تم تصعيد بعض اللاعبين من فريق 2000 امثال الحارس المتميز مصطفى شوبير اللي كان لعب لقاء الاتحاد الاسكندريه وقدر الاهلي يكسب 3-1، وتم تصعيد اللاعب شادي رضوان من 2001، اللاعب محمد رضا حجازي، محمد مغربي. طبعا كان تم تصعيد محمد عبد المنعم من لعبه الفريق 99 للفريق الاول. خطه ثابته بيسير بها الكابتن امين عرابي في الفتره الحاليه، ده بخصوص فريق 99. بالنسبه لفريق ال 2000 اللي بيقوده الكابتن احمد سراج، الفريق لعب مباراه وديه بالامس امام فريق سرايا القبه. الكابتن احمد سراج صعد بعض اللاعبين من فريق 2002 طبعا لمواجهه النقص العددي اللي في صفوفه، قدر يفوز على فريق سرايا القبه بثمان اهداف مقابل هدف. بيخوض مجموعه من المباريات الوديه في انتظار القرعه اللي ان شاء الله هتجرى الاسبوع القادم لبطوله القطاعات، ان شاء الله هيلعب مباراه وديه غدا مع فريق دمياط. الكابتن احمد برضه مصعب بعض اللاعبين من فريق 2002 يجرب بعض العناصر. بالنسبه ل 2000 فريق 2003 اللي بيقوده الكابتن محمد سعد، الفريق رجع لتدريباته، استأنف تدريباته امس والنهارده. كان الكابتن محمد سعد ادى اللاعبين اجازه لاداء خبرات نصف العام. بالنسبه لفريق النادي الاهلي مواليد 2001 بطوله الجمهوريه للفريق اللي بيقوده الكابتن محمد شرف، فريق زميلي كريم بيسير بخطه ثابته، بيتصدر البطوله بفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بيأدي تدريباته بصفه مستمره وهو اللي يعتبر القوام الاساسي للقطاع الناشئين في النادي الاهلي فريق 2001، يعني مجموعه من اللاعبين طالعه من الفريق. بالظبط بالظبط. شفنا كمان في فريق الماتش الودي للفريق الاول شفنا اللاعب احمد اشرف، اللي بقول للجماهير النادي الاهلي انتظروا هذا الولد ان شاء الله هيكون مستقبل النادي الاهلي. احمد اشرف لاعب 2001 دخل النادي الاهلي عنده 7 سنين، اللاعب هو هداف بطولات الناشئين على مستوى الجمهوريه برصيد 15 هدف. شفنا ايضا اللاعب محمد مغربي اللي بيلعب في مركز المساك، هي منظومه ومجموعه لاعبين بيقودهم المدير الفني الخلوق والمحترم الكابتن محمد شرف، نتمنى له التوفيق. ف...
فاروق، من يعني من واقع متابعتك لفرق قطاع الناشئين كلهم، يعني برضو يعني بخلاف اللعيبه اللي انت ذكرتها دلوقتي، مين من اللعيبه اللي احنا ممكن يعني انت تقول لنا عليهم دلوقتي ان احنا نشوف لهم دور الفتره الجايه ويتم تصعيدهم في الفتره الجايه ويبقوا لعيبه واعده، يعني تنبئ عن نجوم ومواهب جديده للنادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ زميلي الكريم، نبداهم بالتدريج. عندنا في فريق 2003 في لعيب ميدو نبيل بيلعب في مركز تحت رؤوس الحربه، هو هداف الفريق برصيد 11 هدف. في اللاعب صلاح رضا باشا، لاعب صلاح ده نقدر نقول هو عماد متعب الجديد القادم، يعني تقدر تقول عليه الفرويد المتكامل، عنده تكامل ما شاء الله، بيلعب بدماغه كويس، بيلعب برجليه الاثنين ما شاء الله، لعيب متميز جدا. شايفه ان هو هيكون خليفة عماد متعب في النادي الاهلي. اللاعب ده طالع هو شقيق اللاعب ريتشارد رضا لاعب النادي الاهلي مواليد 2002، الاثنين طالعين فتره معايشه من لنادي اودونيزي الايطالي، ان شاء الله تبقى من يوم 21 ليوم 27 كان الفريق الايطالي ارسل خطاب للنادي الاهلي يطلب الاثنين للانشاء. شايفهم من العناصر اللي هتكون مميزه ان شاء الله في المستقبل للنادي الاهلي. بالنسبه ل 2002 الولد ريتشارد واحد من العناصر المهمه جدا، وانتظروه ان شاء الله هيكون احد مهاجمين المستقبل للنادي الاهلي. هو هداف البطوله الموسم الماضي، احرز 24 هدف والسنه دي احرز 14 هدف حتى الان في مباراه الدور الاول، النادي الاهلي هو متصدر البطوله. عندنا في فريق ال 2001 ما حدث ولا حرج، بدءا من الحارس حمد علاء، مرورا بمحمد مغربي، مرورا بعربي بدر اللي بيلعب في مركز الديفندر، وده واحد من اللاعبين اللي انا بقول لحضرتك زميلي كريم والجماهير النادي الاهلي، انتظروا هذا الولد في لاعب خط وسط، يعني على الطريق، يعني تقدر تتكلم عن بوجبا، واحد من اللعيبه اللي هتبقى تقال قوي في نص ملعب النادي الاهلي. اللاعب شادي رضوان ايضا اللي تم تصعيده فريق 99. عندنا احمد اشرف، عندنا عبد الوهاب، عندنا لاعب عمر رزق اللي يعني نفس ستايل لعبه وطريقه وليد سليمان. عندنا فريق ال 2000 واحد برضه من الفرق اللي بيقودها جهاز فني بقياده الكابتن احمد سراج اللي باذل مجهود كبير مع الفرقه. عندنا في مركز حراسه المرمى احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير اللي في حراسه مرمى، يعني مصطفى واحمد طارق، يعني بعض الناس، يعني خليني اتكلم معاك بطريقه يعني فيها استفاضه شويه. براحتك براحتك يا فاروق، احنا النهارده يعني احنا حلقتنا يعني الهدف منها هو تسليط الضوء على كل لعيبه قطاع الناشئين، يعني احنا النهارده بادئين بفريق 99 وبادئين مستضيفين المدير الفني الكابتن امين عرابي والكابتن صالح كلاعب من الفريق. احنا حابين ان احنا كل متابعي النادي الاهلي، كل عشاق النادي الاهلي يعرفوا كل كبيره وصغيره عن لعيبتهم، لان هم دول اللي جايين، يعني زي احنا الاجيال قبل كده كل لعيبه الفريق الاول معظمها كانوا يعني الناشئين في النادي الاهلي، فاحنا من دلوقتي احنا بنضع الناس في الصوره معانا، بنقول لهم دول نجوم المستقبل، دول اللي جايين للاهلي. وزي ما الدكتور عمرو ابو المجد قال، يعني فريق الموهوبين اللي هو بيتم اعداده حاليا، وان ده هيكون ده نواه المستقبل للنادي الاهلي، ودي السياسه اللي بقول لك عليها اللي منتهجها لجنه الكوره، منتهجها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لتقديم يعني اجيال ابناء النادي الانتماء وغرس القيم في النادي وانتماء للنادي الاهلي من الناشئين من صغرهم، هو ده اللي بيبقى في صالح الفريق دايما والفريق الاول، وهو ده البدايه الاولى او الخطوه الاولى على طريق يعني استمرار البطولات والالقاب للقلعه الحمراء. اتفضل يا فندم. بالفعل زميلي كريم، انا عايز اقول لك ان مجهود كبير قوي بيبذله الدكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طبعا دعم من مجلس اداره النادي الاهلي ووفر كل الامور، كابتن زيزو المدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، كلهم موفرين كل الامور الخاصه لقطاع الناشئين علشان انت تخلق لاعب يعرف يعني ايه قيمه قميص النادي الاهلي، يعني دي النقطه اللي بيبقى حريص عليها قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان انت تطلع لاعب يعرف يعني ايه قيمه قميص النادي الاهلي، قيمه البطوله، قيمه انت تلعب لكيان اسمه النادي الاهلي. فالنقطه اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيها بخصوص فريق 2000، عندنا اثنين حراس، احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. يعني نقطه بعض الجماهير تقول ان ابناء لعيبه القدامى سواء الكابتن شوبير او الكابتن طارق سليمان بيقولوا ان اللعيبه بتلعب بالواسطه. انا عايز اقول لحضرتك ان مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان يعني الاثنين مستقبل في مركز حراسه المرمى للنادي الاهلي والمصري، يعني بعيدا عن اسم الكابتن شوبير، بعيدا عن اسم الكابتن طارق، مش عايزين ان احنا نقصوا على اللاعبين لمجرد ان هو كان ابن لعيب من قديم في النادي الاهلي، لا الاثنين دولت مستقبل. عندنا ايضا اللاعب محمد حسام ميدو اللي تم تصعيده. انا قبل بس ما نسيب النقطه دي فاروح، انا طبعا بتفق معاك وبضم الصوت لصوتك، طبعا يعني عمر كره القدم او عمر النادي الاهلي كمان على مدار تاريخه، عمر الواسطه ما كان ليها دور في بزوغ نجم لاعب او حد او كلام ده، لكن كون ان هو ابن الكابتن احمد شوبير او ابن الكابتن طارق سليمان، دي حاجه تشرف، اي تشرفه، مش حاجه
سلبيه، هو ياخد من دي ويبني عليها ويوصل ان هو في يوم من الايام يكون حارس مرمى النادي الاهلي زي ما كابتن شويكن كان حارس مرمى النادي الاهلي، زي كابتن طارق سليمان على مدار تاريخه مع المقاولين العرب برضه حارس مرمى كبير جدا. فدي رساله من خلالك ومن خلال برنامجنا، وان احنا كمان زي ما قلنا احنا هدفنا في البرنامج وهدفنا في الحلقه احنا مع قطاع الناشئين، مع كل الدعم وكل المسانده لقطاع الناشئين من اللعيبه للجهاز الفنيه، عشان خاطر الخدمه الاساسيه او الهدف اللي احنا بنطمح ليه في الاخر كلنا ان احنا نشوف لعيبه تستحق ان هي يتم تصعيدها للفريق الاول. اتفضل يا فاروق. بالظبط زميلي كريم، انا عايز اقول برضه ان انا يعني بسرد مع حضرتك الاحداث. كلنا عارفين ان مصطفى شوبير كان حارس منتخب مصر مواليد 2000، يعني انا احكي لك موقف عشان تعرف قيمه اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي. اللعيب ده مش بيتعلم، انت مش بتشتغل على نطاق فني وبس، انا بشتغل على نطاق ان انا اربي شخصيه البطوله، بربي شخصيه القياده جوه اللعب. مصطفى كان في منتخب ال 2000 وكان في 3 لاعبين من كل فريق، يعني كان جايبين لعيب من الانجي ولعيب من الاسماعيلي ولعيب من الاهلي، ان هم الثلاثه يكونوا كباتن للفريق. الثلاثه ما كانوش قادرين ان هم يقوموا بالمهمه، فجه الكابتن مدير الفني ساعتها كان اعتقد الكابتن عمرو انور، جه قال لك لا، سحب الشاره من الثلاثه، قال لك لا هو مصطفى شوبير بس لوحده، فادى المهمه، ادى المهمه على اكمل وافضل وجه، لانه عارف الالتزام، تعلم الالتزام، تعلم الانضباط، تعلم الامور دي جوه النادي الاهلي، فدي الامور اللي احنا بنبقى حريصين عليها، لان دايما تلاقي في منتخبات الناشئين او منتخبات منتخب مصر دايما تلاقي لعيب النادي الاهلي هو اللي عنده القياده، عنده الشخصيه، والشخصيه اللي انت بتتكلم عليها في الناشئين امر مهم جدا، يعني بتبقى حريص ان انت تزرع في اللاعب شخصيه البطوله، شخصيه النادي الاهلي. شخصيه الاهلي يعني هي شخصيه وروح الفانله الحمراء. خليني اخدك يعني فاروق برضو في حته ثانيه، يعني المباريات الوديه وطبعا النهج او السياسه اللي ماشي عليها قطاع الناشئين برئاسه الدكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله وكل اعضاء الجهاز الاداري لقطاع الناشئين، الاهتمام او يعني بيلو موضوع العروض والمباريات الوديه الدوليه اهتمام كبير، يعني اعتقد ان في عرض كان جه للنادي الاهلي تقريبا 2004 او 2005 في دوره وديه في دبي هيشارك فيها برشلونه، يشارك فيها فرق عالميه، يعني لو في عندك معلومات عن الخبر. بالظبط زميلي كريم، هي خاصه بمواليد 2005 وخلاص تقرر اقرر النادي الاهلي الموافقه على المشاركه في البطوله، تبقى الفتره من 22 24 فبراير، هي بطولة دبي الدولية الودية. البطولة بتضم 20 فريق، منهم من اسبانيا نادي ريال مدريد وبرشلونة وسلتا فيجو، ومن انجلترا ليفربول ومانشستر سيتي، من المانيا بايرن ميونخ الالماني، اس ميلان من ايطاليا، نادي جوانداو الصيني، نادي الوصف الاماراتي، نادي الهلال السعودي. النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر هذه البطولة، الى جانب نادي من انجولا ونادي من امريكا. هي البطوله وديه بتضم نخبه من انديه على مستوى العالم. وايضا برضه انا اقول لحضرتك زميلي كريم ان في بطوله ايضا لمواليد 2003 تقرر اقامتها في شهر 4، يعني هيشارك فيها ايضا النادي الاهلي ممثلا عن مصر. النادي الاهلي تبقى في فتره شهر 4 بمشيئه الله تبقى خاصه بمواليد 2002. تمام. يعني في بقى يعني اخيرا فاروق، يعني استغل وجودك معايا طبعا برضو، يعني حابين ان انت تضعنا في صوره اكتر او تدينا معلومات اكتر عن المدافع محمد عبد المنعم اللي تم تصعيده امبارح، كابتن حسام البدري يعني استعان بيه امبارح وتم تصعيده للفريق الاول، يعني عايزين برضو نعرف تفاصيل اكتر او معلومات اكتر عن محمد عبد المنعم، وهل كان ليك كلام معاه عن انضمامه للفريق الاول؟ انا عايز يعني يمكن زميلي الكريم اقول لك بعض الاخبار اللي عن محمد عبد المنعم ان اللي محدش ممكن يعرفها. تمام. محمد عبد المنعم هو اساسا من محافظه الشرقيه. هو واسم شهرته محمد عبد المنعم، اسمه كامبوس. محمد عبد المنعم واحد من اللاعبين اللي كل المدربين اللي تولوا القياده الفنيه للفريق الاهلي 99 شايفين فيه هو مدافع المستقبل للنادي الاهلي، يعني بدءا من الكابتن ياسر رجب مرورا بالكابتن محمد سعد حاليا الكابتن امين عرابي، شايفين فيه مقومات المدافع. محمد فيه حاجه احنا بنفتقدها حاليا بعد رحيل حجازي، اللعيب المدافع اللي بيبدا الهجمه من تحت. نعم. دايما انت بتدور على انت عشان تبدا هجمه بصوره صحيحه لازم تبدا من الخط الدفاعي، خط الدفاع تبدا الهجمه، يعني حتى دلوقتي المدربين في العالم بيبدا الهجمه من خلال الحارس المرمى، يعني حارس المرمى هو اللي بيبدا الهجمه. بالضبط. محمد عبد المنعم في ميزه ان هو يبدا الهجمه من تحت من الخط الخلفي. محمد عبد المنعم هو جه النادي الاهلي في 2011. محمد كان بيلعب في الشرقيه، اقول لك بقى معلومة محدش يعرفها تماما، محمد كان راح فترة اختبار في نادي الزمالك. تمام، في الزمالك.
اختبرت في نادي الزمالك وحصل له اصابه في الملعب اللي هو كان بيلعب عليه في نادي الزمالك. يعني اللاعب اتصاب في نادي الزمالك، كان بيلعب على ملعب يعني كانش كانت قبل كده فعلا ملاعب قطاع الناشئين في نادي الزمالك، لكن من الان دلوقتي تم تطويرها وتحديثها على احدث المستويات. اتفضل. فاللاعب بعد ما اتصاب روح رجع بلده تاني، قعد يتعالج لمده 3 شهور. تمام. تعالج لمده 3 شهور، بعد الثلاث شهور كان في اختبارات معموله للنادي الاهلي في استاد جامعه الزقازيق. كان الكابتن عبد المنعم عاشور موجود. فشاف الاستاذ شاف محمد عبد المنعم من لمسته فقال له هات ورقك. من اول يوم من اول اختبار محمد عبد المنعم الموهبه بتفرض نفسها فاروق، الموهبه في يعني من اول لحظه بتفرض نفسها. بالظبط. اتفضل. من اول يوم لاول اللاعب بانت مقاومات اللاعب، لاعب لا امكانيات النادي الاهلي، في شخصيه النادي الاهلي، يعني دايما ببقى انا كل كلامي زميلي كريم ملاحظ ان انا بقول شخصيه النادي الاهلي، لان لازم اللاعب يكون عنده شخصيه النادي الاهلي والكاريزما بتاعت النادي الاهلي. فمحمد من النوع اللي هو انا بقول لجماهير النادي الاهلي لا اطمنوا، احنا عندنا محمد عبد المنعم مدافع متميز جدا، عندنا محمد مغربي برضه انتظروه هيكون مدافع متميز جدا للنادي الاهلي، عندنا محمد حسام ميدو مواليد 2000 يكون مدافع متميز جدا للنادي الاهلي. زميلي كريم قطاع الناشئين بالنادي الاهلي غني بابنائه. هات لي نادي في مصر، هات لي نادي في مصر، في كميه العدد من قطاع الناشئين. دايما يعني حتى في كلامي مع اللاعبين او العناصر المميزه اقول لهم انتوا الجيل اللي جاي، انتوا اللي هتشيلوا الرايه. الجيل ده يعني في معظم التعليقات بقول لا ده الوريث الشرعي لخط الجول النادي الاهلي، ده الوريث الشرعي لخط لحسام عاشور، ده الوريث الشرعي لربيعه لحجازي. اللعيبه انت بتشوف اللعيبة. صالح اللي هيبقى ان شاء الله مع حضرتك النهارده في الحلقه، صالح ده بركات الجديد. نعم. يعني ده محمد بركات الجديد. ليه محمد بركات الجديد؟ لان هو اللعيب الوحيد اللي شفته في قطاع الناشئين في النادي الاهلي اللي عنده سرعه نقل الهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني تشوفه وتتفرج عليه لا انت تشوف فيه بركات. حتى انا في معظم الماتشات بقول ده خليفه محمد بركات الجديد. اللاعب دوت كان بيلعب في الانتاج الحربي. النادي الاهلي قدر يضمه الكابتن ياسر رجب في 2012، كان الكابتن محمد عامر رئيس قطاع الناشئين. نعم. قدر يضم اللاعب هداف الدوري بطوله 99 هذا الموسم ب 10 اهداف، اخرهم 3 اهداف هاتريك في ماتش اسيوط اللي فات. فهتشوفه وتشوف ماتشاته وتشوف لمسه، لا ده محمد بركات الجديد. انت دايما يعني دايما لما بتيجي تدور في الناشئين بتحاول تتاسى تشوف بتدور على مين يكون بيبو، مين يكون الخطيب، مين فيهم يكون محمد بركات، مين فيهم يكون ابو تريكه، مين فيهم يكون وائل جمعه، مين فيهم يكون النجوم العظام اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي. فدايما بتحاول تدور على ده، ما بتدورش على المتاح قدامك، لا انت دايما انت دور على القدوه ليك اللي احنا كلنا بنتكلم عنه، اللي اتعلمنا منهم، اتعلمنا منهم القيم، اتعلمنا منهم المبادئ، اتعلمنا منهم يعني ايه قيمه النادي الاهلي. بالظبط. شكرا ليك. بكلمك. اتفضل. هتلاقي بتضفي روح الحب الاهلاوي. حبيبي طبعا طبعا. لان احنا بندين بالفخر وبالحب لنادي عظيم اسمه النادي الاهلي. شكرا لك زميلي فاروق، يعني شكرا جزيلا على كل المعلومات وكل التفاصيل اللي هي الوافيه اللي انت ادهنا عن القطاع ككله. هنطلع دلوقتي الفاصل نشوف تقرير ونستقبل بعد الفاصل والتقرير ضيوفنا.